مع برنامج حسابات توفير بنك فلسطين وفروا وكل العائلة بتربح يومياً 5000 دولار لكل فرد بالعائلة لديه حساب بقيمة 200 دولار أو أكثر. مبروك للعائلة الفائزة ب 5000 دولار رقم 25. الفائز مهند شوقي أبو صلاح 5000 دولار فرع بني سهيلة، وفازت معه أخته شيماء شوقي أبو صلاح 5000 دولار، أخته لمياء شوقي أبو صلاح 5000 دولار، أخته ميساء شوقي أبو صلاح 5000 دولار، وأخته ندى شوقي أبو صلاح 5000 دولار، وأخوه أسامة شوقي أبو صلاح 5000 دولار، أخوه أسيد شوقي أبو صلاح 5000 دولار، أخوه هاني شوقي أبو صلاح 5000 دولار، أخوه محمد شوقي أبو صلاح 5000 دولار، أخوه أحمد شوقي أبو صلاح 5000 دولار، وأخوه إيهاب شوقي أبو صلاح 5000 دولار. نشكر الله كثير ونشكر بنك فلسطين. أنا بنصح كثير يعني زملاتي قرايبي شيء إنه يتوجهوا لبنك فلسطين. افتح حساب توفير بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى أو غذي حسابك لدى بنك فلسطين. وبنشجع كل أفراد العائلة على الادخار بالبنك حتى يكون هناك فرصة بالفوز لأكبر عدد ممكن من أفراد العائلة. تنتهي الحملة بتاريخ 16/9/2014. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.